نشاهد مواطنا وهو يشكو الحال الذي يعيشه أثناء نقله لأبنائه الطلاب في قارب ومعاناته بشراء 2 كيلو من الباذنجان للغداء، لكنه لا يملك المال حتى يفعل ذلك. نتابع. وهذا حال ابو الخصيب، وهذا حال حي العسكري. قابل تقبلون بهاي الوضعيه؟ تقبلون جهالكم، عوائلكم، نجوانكم، اهاليكم بهاي الحاله، بهاي الوضعيه؟ حتى الله ما يكفر. مدارس، انا من الصبح الى هسه طالع على هذا الكيلوين باذنجان. كيلوين باذنجان رايح من الصبح الى هسه. حظكم وبختكم. الشارع منا وانا اروح منا، حتى شوارع ما عندنا على هالباذنجانات.